كلفت نفسك ليه بس؟ اقعد يا وانا عفو يا امي. امي جايبه لي هديه بمناسبه ال 12 مليون. موجودك والله بالدنيا والله. انت دافع حقك جات دماغك. ماشي عايز اشوف. اقول لك كلمه بس انت تستاهل. ماشي تستاهل كل خير. خلاص عرفت. تستاهل 100 مليون مش 10 مليون. ايوه 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 بسيطة. لازم نحتفل. ما هنحتفل. ما خلاص بقى يا ولية. اشوف. طب والله جايبة ايه؟ عجيب قدام الكاميرا. ما خلاص احنا قلنا ان انت جايبة ايه ده؟ شراباتك كلها مغسولة، كلها مغسولة. شايف؟ غسلت الشرابات؟ ايوه يا ولية. هو في حد بيغسلهم غيري؟ امال فين المجوهرات وفين الموبايلات والاتنجرات والستاشرات كان زمان دلوقتي عندي. ما تتصعبانيش ما تتصعبانيش. تسلفني يا هو يا وليه. شكرا لامي وشكرا ليك. لا ورعب. الله بزود المسحوق يا وليه بقى.